لماذا على الأغنياء في وطننا العربي أن يحيوا بسلام وبأمان، وعلى الفقراء وعلى الجوعى أن يموتوا من أجل أن يحيا الوطن؟ يحيا الوطن لمن؟ يحيا الوطن لمن؟ لأصحاب الكروش وأصحاب العروش. البهائم، البهائم في أوروبا لها حقوق، صنعوا لها جمعيات حقوق الحيوان، أما البشر في وطننا العربي فليس لهم إلا المسالخ، وليس لهم إلا السجون، وليس لهم إلا المشانق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما كانت الصفوف الأخيرة يوما صفوفنا، نحن أينما كنا نقف كان يبدأ العد. في بلادنا تقطع يد من يسرق رغيف، من يسرق رغيف في وطننا العربي تقطع يده، أما من يسرق وطن بأكمله لابد أن تقبل يده. بنا من الحزن، بنا من الحزن ما تبكي له مدن، بنا من الحزن ما تبكي له مدن، وينحني الصخر عطفا كي يواسينا. أوطان لم نحافظ عليها كالرجال سنبكي عليها يوما كالنساء، أوطان لم نقدر فيها الإنسان، سعر البترول أغلى من الإنسان فيها، سعر الغاز أغلى من الإنسان فيها، سعر البنزين أغلى من الإنسان فيها، سعر الذهب والفضة أغلى من الإنسان فيها، أوطان أرخص ما فيها الإنسان، أوطان أرخص ما فيها الإنسان.